والسلام عليكم. الان حنا كنتواجدوا بزناتة الكبيره قرب من المحمديه. شوف كيفاش كانوا الكابانوات هنا. واحد الوقت كانت العيشه زوينه والناس كتجي كتشوف الكابانوات كتخرج من البحر كتمشي عند الناس كتقول لهم عطيوني مويها، شي كيعطيك الماء شي كيعطيك داكشي. كان زوين وكان طبيعه زوينه والناس كيفاش كانوا عايشين هنا. حاليا كيف ما كنشوفوا ما بقى حتى شي كابانو هنا الا بعد الكابانوات قلال. علاش خلاوهم؟ واش يمكن هذوك الارض الملك ديالهم اولا كيخلصوا شي ضرائب ولا كيخلصوا الله اعلم، ولكن الاغلبيه ديال لي كابانو كاع قريبين هنا. سبحان الله العظيم ما بقى والو. عرفتي شحال كان ديال الفساد هنا وشحال ديال الكابانوات والناس ما كتخلصش وكاين اللي غامق داخل هنا وكاين اللي مبدل الساروت لشي عائله وشي وحدين شادين هنا. ودي زعما هاد الزناته هادي زعما دوزوها الناس فيها. وهنايا كانوا ثلاثه الكريانات، المزاب الاول والمزاب الثاني والمزاب الثالث.